اليوم مستشفى أمير المؤمنين عليه السلام التخصصي وبالأخص في مركز التصوير النووي لأمراض القلب قدرنا نوفر التقنية الأحدث عالمية لتصوير القلب وهي فحوصات النووية والتصوير النووي لأمراض القلب. هذه الفحوصات على نوعين تكون، النوع الأول هو فحص تروية القلب والذي يمكن إجراءه بواسطة جهاز السبيك سي تي جاما كاميرا، وهو الجهاز الأول من نوعه داخل العراق والوحيد من نوعه الذي يعطي أدق النتائج على مستوى عالي من الأداء. وكذلك عندنا فحوصات حيوية القلب في جهاز البت سي تي سكان، هذا الجهاز أيضا متوفر سابقا لكن التقنية استحدثناها حاليا.